المعجزات The Miracles. يعني إيه معجزة؟ الكلمة بترجع جذورها في اللغة اللاتينية للمفاجأة أو التعجب، لكن المعنى الديني للكلمة لا يكفي فيه تطبيق فكرة المفاجأة فقط. لو المكتب اللي قدامي دلوقتي اتحول فجأة لطيارة مثلا، بالرغم من التحول ده مفاجئ وخارق لقوانين الطبيعة، لكن بما ان التحول العجيب ده ما بيخدمش اي هدف سماوي اعلى، الفرد المؤمن لن يرى هذا الفعل على انه معجزة. المعجزات في الكتب المقدسة بشكل عام بتعمل كإشارة، هدفها الأساسي إظهار قدرة الموجود الأعلى وتدخله المباشر في الطبيعة بكسر قوانينها لتحقيق خطة سماوية أزلية اللي بيلهم المشاعر الدينية عند المؤمنين. لكن في بعض المفكرين بيعتقد إن في تناقض جذري في فكرة المعجزات. المعجزة حسب الاعتقاد العام بتنطوي على خرق لأحد قوانين الطبيعة، لكن الانتظام regularity اللي من الممكن خرقه وأصبح غير مستمر أبدا غير قابل لأن يكون قانون. أهم الردود على الاعتراض ده قدمها الفيلسوف الأمريكي المعاصر ريتشارد بيرتو، وجادل إن على سبيل المثال الأنظمة التنفيذية المختلفة في غالب المجتمعات البشرية عندها منظومة معقدة من القوانين اللي بتحكم علاقة الأفراد ببعضهم وأجهزة الدولة المختلفة. لكن من حين لآخر حالات استثنائية بتحصل بتفرض على الأنظمة التنفيذية كسر بعض القوانين دي. على سبيل المثال العفو الرئاسي استثناء دارج جدا في معظم أنظمة الحكم الرئاسية المعاصرة. بنفس الصورة المعجزة قد تقارن بفكرة العفو الرئاسي في إنها خارقة لقوانين الطبيعة غير متوقعة وملهاش دور في أنظمة إدارة القوانين الطبيعية لأنها خارجة عليها، وبالتالي المعجزات خارجة على مجال الدراسة الطبيعية أو بالتحديد دراسة العلماء. وبنفس الصورة العفو الرئاسي لا يؤسس لخرق للمنظومة القانونية لأنه مازال فعل قانوني لكنه خارج المنظومة القانونية التقليدية، ومن هنا المعجزات لا تعد خرق لقوانين الطبيعة لكنها خارجة على قوانين الطبيعة من وجهة نظر بيرتو. من المهم هنا الإشارة لأن بالرغم من أن الاعتقاد الشائع أن المعجزة عادة ما بتكون خارجة على قوانين الطبيعة، لكن ده أمر مش دايما صحيح. في أحيان بتكون فيها المعجزة غير عادية مفاجأة وكبيرة الحدث ولها تبعيات دينية مهمة، لكن مازال من الممكن تفسير كل جوانبها باستخدام قوانين الطبيعة. لكن طالما أن الحدث كان مفاجئ غير تقليدي في توقيته ومعجز للعقل وله إشارات وتبعيات دينية، إذن بيرقى لدرجة المعجزة. تحدي هيوم، هيومز تشالنج. التحدي للاعتقاد في مصداقية المعجزات الأشهر الأكثر بساطة والمبتكر اللي طرحه الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم، وكتير من الفلاسفة واللاهوتيين بيشيروا لحجة هيوم الجدلية بأنها الأكثر قوة في تقديم سبب منطقي للشك في مصداقية المعجزات ورفضها. في مقال من أحد أهم أعماله تحقيق بخصوص الفهم البشري Inquiry Concerning Human Understanding اللي نشره سنة 1748، الكتاب المختلف والمستقل عن عمله الأشهر مقال بخصوص الفهم البشري An Essay Concerning Human Understanding، هيوم طرح مجموعة من الجدليات من الممكن تقسمها لفئتين. جدليات الفئة الأولى بتحاول إظهار تبرير المعتقدات اللي بتنفي عقلانية الاعتقاد بواقعية ومصداقية المعجزات، أما جدليات الفئة التانية بتحاول إظهار حتى وإن كان الاعتقاد في واقعية المعجزات في ظروف مثالية أصبح أمر مبرر وعقلاني، أي دليل عندنا على إن المعجزات دي حصلت فعلا هيكون مشوش بطريقة هتجعل من الاعتقاد في المعجزات أمر غير عقلاني. في حين ان الفئتين من الجدليات مهمين، الا ان الفئة التانية اختبارها بيستدعي دراسة السياق التاريخي لنماذج مختلف من المعجزات ومدى صحة واتساق احداث المعجزات التاريخية اللي بيضعها في مجال دراسة المؤرخين، وبالتالي هنركز على الفئة الاولى من الجدليات الفلسفية اللي قدمها هيوم. من الشائع جدا ان كلمة المعجزة بتشير لحدث غريب خارج عن سياق الأحداث البشرية المألوفة الخاضعة لقوانين الطبيعة، زي شفاء من مرض مستعصي، الهروب من الموت في اللحظات الأخيرة، ضربة حظ في لعبة ما. كل الصور دي عادة ما بيشير إليها الناس على إنها معجزة، لكن لا أحد بينفي إمكانية أو معقولية حدوث أي من الأحداث السابقة دي.
بالرغم من غرابتها، إلا إنها ما زالت مقبولة في إطار القانون الطبيعي. الهيوم وغيره بيقصدوه بالمعجزات هي المعجزات الحقيقية، بالرغم من إن في خلاف على الخواص اللي بتحدد إن كانت ظاهرة ما معجزة، إلا إن هيوم حدد مجموعة من الخواص العامة المقبولة عند قطاع كبير من البشر لتعريف ظاهرة ما كمعجزة. هيوم حدد المعجزة كمخالفة لقانون الطبيعة بواسطة إرادة محددة من الإله، أو عن طريق تدخل من عميل غير مرئي. إذن عند هيوم حدث ما بيرقى للمعجزة فقط لو توفر فيه شرطين: واحد، الحدث لابد أنه يخالف ويخرق قانون الطبيعة. اتنين، الحدث لابد أنه يكون مسبب بعميل خارج عن الطبيعة. لكن إيه ترى المطلوب لعميل خارجي حتى يخرق قوانين الطبيعة؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده، لابد أننا الأول نحدد ما هو قانون الطبيعة، Law of Nature. هنلتزم بتعريف هيوم حاليا لقانون الطبيعة. في وجهة نظره، قانون الطبيعة هو قانون نشأ عن تجربة ثابتة غير متغيرة، established by firm and unalterable experience. على سبيل المثال، في قانون الجاذبية Law of Gravitation، وصف إن الأجسام الضخمة بتجذب الأجسام الأصغر تجربة محققة بالتكرار المتصل، بمعنى إني لو سبت الألم دلوقتي هيسقط على الأرض وما بيحصلش أبدا عكس ذلك، تجربة متكررة متصقة. بالفكرتين دول هنناقش مجموعة من الحجج اللي قدمها هيوم والفلاسفة التابعين على عدم عقلانية الاعتقاد في المعجزات.